كما أكد رئيس مجلس الوزراء اعتزام الدولة استيراد 300 ألف طن من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء. السيد وزير البترول عرض عليا إنه محتاج إن هو يزيد من الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت. إحنا عندنا احتياطات موجودة. الاحتياطات دي بنستخدمها للمناورة ما بين المحطات وبعضها البعض. ولكن تحسبا للحراره الكبيره جدا اللي احنا ممكن نكون متوقعينها انها تحصل طلبت من سيادته ان هو يزيد من حجم هذه الاحتياطيات عشان يبقى عندنا احتياطيات اضافيه فهو طلب ان احنا ندبر او نستورد 300 الف طن مازوت اضافيين غير اللي عندنا ودول قيمتهم لوحدهم 180 مليون دولار وتم الموافقه الفوريه من 48 ساعه لسيادته ووجهت السيد وزير المالية دبرهم امبارح المعادل ليهم بالجنيه المصري ابتدى معالي وزير البترول يتعاقد بالفعل على ال 180 مليون دولار و 330 ألف 300 ألف طن مازوت وهيبداوا يوصلوا مصر ان شاء الله مع بدايه الاسبوع القادم